محطات الطرق السريعة معاناة لا زال المسافرون يعانون فيها قلة الخدمات وسوء النظافة، لا سيما أن بيوت الله فيها مهملة ولا تجد من يهتم بنظافتها، مما جعل لجنة العناية بمساجد الطرق تبتكر مبادرات جديدة للعناية بمساجد الطرق السريعة. فما هي هذه المبادرات ومتى ستطبق وما هي معايير الجودة بها؟ هذا ما سوف نشاهده ونتعرف عليه في حلقتنا الليلة. قبل هذا نشاهد هذا التقرير ثم نعود. يعاني المواطنون والمقيمون من تدني مستوى النظافة في دورات المياه التابعة للمساجد الواقعة على الطرق السريعة، مطالبين بضرورة الاهتمام بها والتعهد بنظافتها من حين لآخر، ومحاسبة الشركات المتعهدة برعايتها حتى تؤدي المطلوب منها على أكمل وجه. ولا يخفى أن إنشاء لجنة للعناية بمساجد الطرق تعد نقلة مهمة في أسلوب العمل الخيري المتخصص، وقد جاء على لسان أحد المسؤولين في الوزارة أن الاهتمام بهذا الجانب يشمل أعمال البناء والترميم تحت مظلة مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد والتي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وذلك من خلال مسارين: الأول بناء المساجد الجديدة وترميم المساجد القابلة للترميم مع صيانة ونظافة مستدامة، والمسار الثاني يكون من خلال مشاركة البيئة المحلية بالتعاون مع الجهات الخيرية بالمحافظات التي لها نشاط مسبق في العناية بمساجد الطرق. وهناك برنامج آخر يجري تطويره بمسمى شريك تميز لتحفيز أصحاب المحطات والمشغلين على الاهتمام والعناية بالمساجد التي تقع على الطرق السريعة. أهلا بكم في موضوع حلقتنا مساجد الطرق السريعة. يسعدنا أن يكون ضيفينا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع كلا من الأستاذ تركي ماجد الرويبي، رئيس مجلس إدارة لجنة العناية بمساجد الطرق في منطقة الرياض. مرحبا بك أستاذ تركي. أيضا أرحب بك أستاذ عبد الله الصايغ، مساعد المدير العام لشركة أدريس للخدمات البترولية. مرحبا بك. حياك الله عبد البديع. بس يا أستاذ، طيب أستاذ تركي نبدأ معك، نريد الحديث عن لجنة العناية بمساجد الطرق. من المعلوم أن هناك يعني حاجة للتطوير ويعني العناية بمساجد الطرق، نريد أن نتعرف على اللجنة ودورها في هذه العناية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج المتميز. ولجنة العناية بمساجد الطرق نشأت من خلال متطوعين رغبوا أن يكون لهم مساهمة، والمساهمة من المواطن هذه بلدنا لا تفتقر لها، توجد مسارات متعددة وصيغ متعددة، لكن كما ذكرتم في التقرير التخصص هو جانب جيد وهو الذي اتجهنا له، أن نتجه إلى جانب التخصص في العناية بمسجد الطريق. التصريح حصلنا عليه من الشؤون الإسلامية، من وزارة الشؤون الإسلامية، وهذا حقيقة كان مبادرة جيدة وخطوة جديدة في التعامل مع هذا الحدث. المشكلة في المساجد والطرق هي مزمنة، مساجد الطرق لها مع المحطات من 50 سنة وهي المعالجات مستمرة، لا من قبل الجهات الرسمية ولا من قبل الجهات الخيرية، لكن الآن التوجه إلى عمل مؤسسي، التوجه إلى عمل أن هناك يكون فيه استقرار في واستدامة في 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 مستوى العناية في المسجد، ما يكون هناك الحقيقة فورات تأتي قبل المواسم أو كذا ثم تنتهي ثم ترجع المشكلة كما كانت. الحقيقة توجهنا أيضا توجهنا في هذا العمل إلى الجهات اللي كان لها دور، وفي جهات متميزة من الجهات الخيرية استمرت في العمل لها دور، فانطلقنا من حيث انتهوا المجموعات هذه، المجموعات الخيرية، استقرينا على نموذج معين للمسجد، رغبنا أن يكون مثال يحتذى فيه فيما لو، وقد استجذب هذا النموذج الأخوان في شركة أدريس، بحيث أنهم وقعوا معنا اتفاق لتنفيذ النموذج في محطاتهم. اعتمدنا أيضا في تصاميمنا للنموذج وصيغة النموذج وأيضا برامج الصيانة فيه على ما صدر من لائحة حديثة في العناية بمحطات الوقود أصدرتها الشؤون البلدية والقروية في عام 1435.
طيب احنا بنرجع نستكمل في هذه النقطة، لكن يعني قبل ما نخطي نقطة الاتفاق، حدثنا عن الاتفاق أستاذ عبد البديع. طبعا الاتفاق وقع قبل أشهر قليلة مع لجنة العناية بالطرق، بهدف أول شيء رفع المستوى المساجد في محطات الطرق بصفة عامة وتوابعها وهي دورات المياه. هذا الاتفاق، الاتفاقية ومذكرة التفاهم وقعت مع لجنة العناية بمساجد الطرق لمدة 5 سنوات، تنص على عملية بناء مساجد من قبل شركة الدريس أو من قبل اللجنة والإشراف عليها من قبل اللجنة، بهدف أنه والله نحن في شركة الدريس حبينا أن تكون هناك متابعة أكبر وأن تكون هناك عين خارجية للمتابعة لهذه المساجد حتى لا يطلع مثل هذا التقرير مرة أخرى، يعني نتكلم في المساجد وأحوال المساجد. فنحن في شركة الدريس الحمد لله الآن بنطبق سياسات جديدة وهوية جديدة للشركة ونموذج جديد في بناء المحطات سواء الخدمات المرافق التجارية أو في المساجد. نعم، لكن إذا أردنا أن نشخص المشكلة وإشكالياتها بالأساس، لماذا نجد أن يعني واقع المساجد في محطات الطرق بهذا الوضع رغم أن المعاناة كانت منذ سنوات؟ يعني هي المسؤولية تحملها الجميع حقيقة، لا أستطيع أن ألقي على أصحاب المحطات المسؤولية وحدهم رغم أنهم يتحملون هذه المسؤولية، لكن هي ثقافة اجتماعية كبيرة، يعني يتحملها جهات مخصصة، تتحملها الشركات المشغلة، ويتحملها أيضا مستخدمي المساجد ودورات المياه. هي ثقافة عامة، لابد الآن كما نسلط الضوء على الشركات هذه بتحسين الخدمات، لابد أن تكون هناك أيضا تثقيف للمستخدم في عملية استخدامه لدورات المياه، في عملية استخدامه لبيوت الله بطريقة مثلى بكل أمانة، أن نرتقي جميعا، لا يكون الارتقاء من جانب واحد، الارتقاء من الجميع. الآن الدولة وزارة الشؤون البلدية والقروية حقيقة اللوائح والاشتراطات الصادرة في عام 1435 والتي أقرت في 1/4 بالتحديد 1435 لوائح جدا تخدم المستهلك بصفة كبيرة جدا وهدفها الارتقاء بمحطات الطرق. إذن لابد الشركات حترتقي في هذا المجال. نحن كشركة الدريس الآن بنتعاون مع شركات كبيرة خارجية في تصميم المحطات بشكل جميل جدا. الآن الثقافة أيضا لابد أن تعود على المستهلك لهذه الدورات وهذه المساجد أن يرتقي ويحافظ، لأنها في النهاية بيوت الله، ليست هي عائد مادي للشركات أو للجهات الحكومية. نعم، نعود لك أستاذ تركي بشكل عام، يعني العناية بالمساجد من المفترض أن تكون تابعة لأي جهة؟ هل هناك جهة معينة مسؤولة عنها؟ قبل الحديث عن اللجنة الآن. طبعا الجهة المسؤولة هي الجهة المشغلة، الجهة المشغلة المحطة هي جهة مسؤولية العناية بالمسجد، الجهة المشغلة. إيه؟ لكن مراقبتها ومتابعتها المفترض أن تكون تابعة لأي جهة من الجهات الحكومية؟ الحقيقة كانت الفترة السابقة كانت في هناك لجان من البلديات ومجموعة الجهات الحكومية تقوم بعملية المتابعة، وكثرة اللجان هذا أيضا كانت لها سلبياتها، يعني عدم وجود جهة متخصصة بالذات للمسجد. المسجد بالنسبة للشؤون الإسلامية دورها محدود في أنها تحدد اتجاه القبلة، وإذا كان في هناك إمام فهي تختبره وهذا دورها ينتهي هنا. لكن المتابعات الميدانية هذه مفروض أنها تكون من جهات المتابعات الميدانية الشؤون البلدية والقروية، إذا كان في جهات أخرى هيئة السياحة مثلا لها علاقة، هيئة السياحة لهم علاقة أيضا في مواضيع النزل، والحقيقة النزل وبيوت الله هي الحقيقة يعني عملية متقاربة، وهذا الحقيقة خلانا أيضا نتجه إلى الهيئة السياحة، والآن أيضا حنا بصدد توقيع اتفاق مذكرة تفاهم في بناء برنامج الجودة. نعم، قد يكون لها علاقات مباشرة مثل ما ذكرت الجهات، خاصة الهيئة، بحكم أن أغلب المحطات هذه تكون مورد للمعتمرين والحجاج، وهم يدخلون ليس ضمن السياحة الفعلية ولكنها يعني الزيارات الدينية تدخل في اختصاصاتهم والعناية بهم. هل أخذتم في الاعتبار إشراك هذه الجهات في اللجنة، لجنتكم؟ تقصدين هيئة السياحة؟ نعم. مثلا هيئة السياحة تخصصها في جانب النزل اللي في المحطات، لكن احنا نتكامل مع الجهات عموما. نعم. وتكاملنا مع هيئة السياحة الحقيقة يعني بيكون في جانب المراقبة، في جانب
في جانب تبادل الخبرات وال تبادل الخبره في وفي جانب ايضا الجوده في 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 الجانبين. احنا سمينا برنامجنا برنامج التميز وهم سموه جوده. والان حقيقه البرامج ايضا هذه تبنى فوق بعضها. في برنامج ايضا متقدم في الموضوع ده في بجائزه امير المنطقه. وايضا كلها البرامج هذه تقريبا الان بدانا نتكامل معها. نعم اللجنه طيب ايراداتها يعني كمشروع يريد البدايه او يعني بدايه تواكب طموحاتكم في العنايه بالمساجد والارتقاء بالنموذج الذي ذكرتموه، ما هي؟ والله من اين يعني؟ والله هي الجانب المادي هذا موضوع الحقيقه يعني في بعض التوقف، لانه احنا نعتمد على الجهات الخيريه، الجهات المانحه. والجهات المانحة بلا شك الحقيقة عندها يعني رغبة إلى أنها تبذل في الجانب هذا من قبل أن تنشأ الجمعية، وهم يبذلون في الجانب ذا، لكنهم لهم متطلبات معينة. إحنا نعمل إلى أن هالمتطلبات هذه نحققها، وهذا الحقيقة أيضا في بناء اللجنة، في بناءها التنظيمي وفي بناءها النظامي وفي بناءها الإداري. تقريبا احنا الان استكملنا يمكن انظمتنا بشكل، بحيث انه الان اللائحه الاساسيه الان صدرت، وعندنا اللائحه التنظيميه لاداره الموارد البشريه ايضا صدرت، وعندنا اللائحه التنفيذيه لاداره المشاريع صدرت، وعندنا اللائحه الماليه والمحاسبيه ايضا صدرت، وعندنا الخطه الاستراتيجيه لثلاث سنوات ايضا صدرت. فاحنا تقريبا يعني تقريبا احنا جاهزين للانطلاق. اللي تفضلت فيه الجانب المادي هو اللي ننتظره عشان ننطلق. نعم. هناك يعني وعد جيد، وحنا هناك ايضا اساليب كثيره. احنا ايضا شكلنا مجموعه لجان في ايضا لجان تطوعيه متخصصه، واللجان هذه تقوم بعمليه في من ضمن اللجان اللي هي الموارد الماليه، ايجاد الموارد الماليه، ولها جهود الحقيقه طيبه، نتوقع ان شاء الله انها تثمر الجهود هذه. نعم. طيب استاذ عبد البديع، كنت تتحدث عن النماذج، هل وضع في الاعتبار عند مثلا بناء المسجد يعني النموذج يحاكي او يعني يلبي طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أنهم يحتاجون يعني لهذه المرافق عند سفرهم؟ أكيد هذه الفئة أول شيء طبعا غالية علينا جميعا بكل أمانة، وتقديرا من لهذه الفئة أخذ في عين الاعتبار تخصيص دورات مياه خاصة بهذه الفئة، سهولة الوصول إلى المسجد لهذه الفئة، طبعا هذه أكيد أخذناها في الاعتبار. والتصميم المقدم من لجنة العناية بمساجد الطرق حقيقة هو تصميم جيد جدا، إن شاء الله سوف يساعدنا في أن تكون المساجد بطريقة جيدة جدا بإذن الله لجميع مرتاديها بإذن الله. نعم يعني ما هي المناطق التي دخلت في عمل اللجنة؟ هل بدأتم بالرياض أم ستتوسعون أم ما هي؟ هي سوف تكون في منطقة الرياض في البداية فقط. في البداية نحن نقول نعم، يعني خلينا نشتغل يعني دعونا نعمل بتركيز، يعني إذا مسكنا منطقة الرياض والطرق الإقليمية وهي يعني أهم منطقة بكل أمانة، واحدة من أهم المناطق في المملكة، يعني طريق الحجاز، طريق الدمام الشرقية، هذه من الطرق الرئيسية التي يستخدمها الزوار، كل قادم للمملكة العربية السعودية يستخدم هذه الطرق للوصول إلى الحرمين الشريفين، فهذه من أهم الطرق وهي اللي سوف تكون البداية من هذه النقطة بإذن الله تعالى. حنا بدأنا الآن بإذن الله في منطقة وفق الهوية الجديدة لشركة الدريس والمعتمدة من الرئيس التنفيذي ومدير عام قطاع بترول، في منطقة اسمها منطقة الحميات على طريق الحجاز. تم عمل نموذج حقيقة يعني لا أمدح فيه، لكن نموذج جيد جدا بهدف أنه تكون هناك منطقة خاصة للمركبات الخفيفة ومنطقة خاصة للمركبات الثقيلة، وكذلك دورات مياه ومسجد خاص لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة، بهدف أنه والله تفصل يعني تكون هناك أول شيء أمان وسلامة للمواطن وطالب الخدمة، وكذلك الحفاظ على المظهر العام للمحطة، بحيث تكون هذه الشاحنات في المنطقة الخلفية سائقيها يستخدموا حمامات خاصة بهم ومصلى خاص بهم أيضا للحفاظ على المسجد الرئيسي الموجود في المحطة. نعم. المدة الزمنية التي تتوقعون انتهاء فكرة هذا المشروع أو حتى يعني وجوده على أرض الواقع؟ هو بدأ وجوده على أرض الواقع إن شاء الله، إن شاء الله أول محطة سوف تكون وفق هذا النموذج إن شاء الله، حتكون خلال شهرين
بادئة. أما بالنسبة لباقي المحطات فأعتقد نحن نحتاج إلى وقت أيضا، يعني المسألة ليست مسألة سهلة أستاذتي. نعم أستاذ تركي، نريد أن نتحدث عن بعض البرامج التي سمعناها في اللجنة، برامج أعتقد أو برنامج طهران مثلا كفكرة أنه يوضع بجانب المحطة زوج وزوجته، يعني حدثنا عن هذا البرنامج. برنامج طهرة. طهرة. نعم. الآية الكريمة وإذ عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، من هذا الاشتقاق أن هذه الوظيفة وظيفة شريفة وكريمة هو يقوم فيها الأنبياء، قام بها الأنبياء، فهي أيضا من هالمنطلق اتجهنا إلى أن البيئة المحلية أيضا نتحرك لها، والبيئة المحلية حاليا من خلال بعض الأنظمة الحقيقة ساعدنا على التوجه لهذا. طبعا فيه برنامج وزارة العمل للتوظيف عن بعد، وأيضا فيه موضوع النطاقات ومحاولة يعني الخروج من بعض مآزق النطاقات في من قبل أصحاب الشركات، وأيضا أصحاب الشركات في المسؤولية الاجتماعية، وأيضا الجمعيات الخيرية تصرف على بعض أصحاب الحاجات. بإمكان الحقيقة هالتركيبة هذه نخرج منها بأن نوظف رجل وزوجته في خدمة بيوت الله على الطرق. طيب. من القرى المجاورة. من القرى المجاورة. طبعا هذا البرنامج الحقيقة حنا وجدنا أنه أو حنا يعني تكاملنا فيها مع مجلس الجمعيات التعاونية، وهم عندهم أيضا برنامج في توطين التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وحاليا حنا نتكامل معهم في أن نخرج البرنامج هذا على أرض الواقع. نعم، لكن في قضية الإيرادات بشكل عام، هل تعتقد أن فرض رسوم معينة على استخدام هذه المرافق يجعلها يعني أكثر استدامة لمشاريع مثل هذه، خاصة أننا نجد هذا الموضوع موجود في الدول الإسلامية المجاورة؟ صحيح، لكنه بالنسبة لنا الحقيقة غير ممكن، غير مقبول حاليا، انك يعني الان في بيئتنا هالموضوع ذا غير مقبول. ليش غير مقبول؟ طيب انت برضو قلت غير مقبول، لانه اول شيء هي خدمة المفروض تقدم الى كل مرتادي المحطات بكل امان، ان تطلبي مبلغ مالي لهذه الخدمة هذا امر اعتقد مرفوض من الجميع ومرفوض من المجتمع في المقام الاول، لانه زي ما قلت لك هذه بيوت الله فالمفروض ان تخدم مجانا، لكن هي عملية يعني ان احنا نطالب انه والله يكون في تسهيل، يعني زي ما تفضل ابو ماجد انه والله حيكون هناك مواطن ومواطنه لطهاره الدورات المياه، انا اقول لا تكفي مواطن او مواطنه، لابد ان تكون هناك مجموعه من العماله المختصين، نحن في شركه تدريس الحمد لله يمكن في بعض المحطات حاطين 6 و7 عمال لعمليه النظافه، لكن تكون هناك عوائق دورات مياه النساء صعب عمليه تنظيفها بكل امانه لعدم وجود عاملة نظافة متخصصة بالذات على محطات الطرق، يعني حتكون هذه صعوبة. نحن بالعكس نقول نحن ضد أن تكون هناك مبالغ إيرادات مالية لهذه الدورات، لكن تسهيل عملية استخراج التأشيرات لعمال النظافة وعاملات النظافة للمحطات. نعم، لكن أستاذ تركي ألا ترى أن مبلغ رمزي يسهم في استدامة مشاريع مثل هذه والعناية بها، يعني أن أدفع مبلغ رمزي وأحصل على مكان نظيف أفضل من لا أدفع ولا أجد الخدمة؟ صحيح، لكن هذا الجانب الحقيقة مثل ما قال أخوي عبد البديع، يعني بالإمكان حقيقة أن يعني صعب أنك تطلب واحد متجه المسجد، ليس المسجد يعني دورات المياه، دورات المياه الخاصة بالمحطة ممكن المحطة تضع هذا الجانب، وهذا جانب جيد وحنا الحقيقة نشجعه أنه المحطة تضع دورات مياه بمبلغ رمزي، بمبلغ رمزي أو بمبلغ كافي للصيانة. لكن بالنسبة للمساجد حنا الحقيقة استبدلنا عن هذا، أن طالبنا أصحاب المحطات أن يضعون لنا أو يضعون للمسجد يضعون مرفق استثماري، والمرفق الاستثماري هذا بالإمكان أن أيضا يكون له عائد بحيث أن نصرف على الناس اللي يشتغلون فيها في النظافة هذه. هذا الجانب الحقيقة وجدنا فيه استجابة من العديد من أصحاب المحطات. نعم. يعني هذا كبديل. نعم.
نعم. أستاذ بديع، هذا ما قصدته، أنا أقصد ليس المسجد، يعني نعم. دورات المياه حفاظا على مثل الإيرادات التي صح. يعني العمال الذين يقومون بالصيانة صح. والمتابعة. هذا ممتاز، وهذه هي الفكرة اللي بدأت بيننا وبين لجنة العناية بمساجد الطرق، بحيث أن يتم تخصيص مرفق محدد للمساجد ليعيد ريعه لهذا المسجد، يعني يتم الصرف عليه من ريع هذا المسجد. نحن في شركة الدريس الحمد لله يمكن لدينا القدرة المالية يعني على الصرف على جميع المساجد التي في محطاتنا، لكن عملية الاستمرارية هي أهم شيء يعني في هذا الموضوع. أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه والله نحن يعني نتكلم اليوم عن مساجدنا بصورة للأسف خلينا نقول سلبية، أتمنى بعد سنتين بإذن الله تعالى أن تتحول هذه الصورة، التحول يعني على الجميع بإذن الله تعالى. ما تقوم به اللجنة، أنا بس بدي أعقب على كلام أبو ماجد، هناك لجنة مكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للاهتمام بالمحطة بشكل كامل بما فيها المساجد، من وزارة الشؤون البلدية، من لجنة السياحة، ومن لجان أخرى ومن وزارات أخرى، بهدف تطوير محطات الطرق بإذن الله تعالى. نعم، نعود لك أستاذ تركي أيضا في البرنامج، هناك برنامج شريك تميز وضعتموه والذي تسعى من خلاله اللجنة إلى يعني مثل ما ذكرتم وضع ضوابط ومعايير تتعلق بالنظافة والصيانة المستمرة، في حال تحقيقها يتم منح المحطة شريك تميز. في أصحاب محطات يهتمون في المسجد، يعني قبل اللجنة هو صاحب اهتمام بالمسجد، حتى لو أجر مرافق المسجد لكن مرافق المحطة، لكن المسجد يظل في عنايته الشخصية. وهذا الحين العناية الشخصية احنا نقيم الحقيقة إلى أي مستوى، والآن في لجنة تضع المعايير لهالموضوع، هذا بلجنة متخصصة في برامج الجودة. عندما تخلص تنتهي اللجنة هذه نبدأ يعني نوجد علامة تميز تكون على المحطة، تكون أيضا إرشاء نرشد لها في 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 أي برامج عندنا، برنامج ثاني أيضا الآن بدأ نزل برنامج تطبيق على الأجهزة الحديثة، نرشده أيضا على المسجد اللي يكون يعني متميز خصوصا في شركة تميز خصوصا اللي يهتم بهالجانب. يعني تعلنون عنه مقابل كخدمة للتعريف بهذا بجودة هذا. نعم، على أساس اللي على الطريق يرغب إلى أن يعرف وين يتوقف، فحنا نعطيه الإرشادات اللي تقول توقف عند المسجد الفلاني لأن هذا شريك تميز، أو هذا الشريك أيضا شريك عناية مثل ما الأخوان في مدريس والمحطة نعم. الثانية. طيب أنتم وضعتم في الاعتبار يعني هل أحصيتم عدد المحطات أو المساجد الموجودة بالمحطات احتياجاتها، يعني الحصر الشامل؟ الحصر الشامل هذا موضوع الحقيقة احنا يعني الآن ننتظر الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية هي اللي الآن توجهت إلى أنها تدعم هالجانب هذا، لكن حنا نبي نتوجه الآن في عملنا إلى المحطات اللي توقع معنا اتفاقية شراكة. حنا الآن في برنامج الصيانة المحطات اللي توقع معنا الاتفاقية المعتمدة بينه وبينهم بحيث يوفرون عامل نظافة ويوفر لنا مرفق استثماري، وحنا نقوم بعملية الصيانة والنظافة الدورية، هذه هي اللي الآن تبي تكون برامجنا تعتمدها. وحنا عندنا الآن تقريبا حوالي 30 محطة الآن وقعنا معهم، في خلال مع بداية العام يبدأ برنامج الصيانة عندنا لهالمحطات هذه. نعم أستاذ عبد البديع، يعني من واقع خبرة يعني بودي أن تطلعني على أهم العقبات التي تواجه عملية الصيانة لدى المحطات، يعني بلا شك أن الجميع لديه حس ديني لا يريد أن يرى المساجد يعني لديها معايير منخفضة في النظافة، التكييف يكون منعدم أحيانا، يصبح المسجد غير قابل أصلا للصلاة فيه. ما هي الإشكاليات التي تواجه هؤلاء؟ لابد أن هناك نقاط معينة. والله هي نقاط عديدة قد تكون، يعني نقاط مشتركة كما أسلفت من عدة جهات، لا نستطيع تحميل جهة مخصصة مسؤولية ما حدث في الماضي، خلينا لكن نتكلم ماذا سوف يحدث في الغد. يعني الآن دامت الجهات الحكومية الآن هي من قامت بالمبادرة في هذا الموضوع، والاشتراطات واللوائح الجديدة تساهم وتساعد وتجبر، يعني حتى فيها إجبار لأصحاب المحطات على التطوير بنسق
مقبول لدى الجميع، أتوقع هذه هي الانطلاقة. يعني دائما نحن نركز على ما فات والعقبات، الآن نبغى نركز على ما سوف يأتي. المفروض هناك تعاون من الجميع للانطلاق بإذن الله تعالى نحو محطات خدمة متكاملة. هذا الشيء لازم نشير لي لو سمحتي لي، المحطة ليست فقط مسجد، هي خدمات متكاملة من مرافق، من موتيل، من سيستور أو بقالات. هنا اللجنة، ونحن مع اللجنة الحمد لله في هذا الموضوع، الاتفاق تم توقيع عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات متخصصة في مجال تشغيل المرافق. يعني سوف تكون المحطة كوحدة واحدة مرتفع مستوى الخدمة فيها. هذا سوف يساهم بكل شك في تذليل أي عقبات. العقبات القديمة نعم موجودة، وما زالت هناك كثير من العقبات تعيقنا في عملية التطوير، لكن نحن على أمل في بما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية في تسهيل كثير من الإجراءات لنا. أتوقع خلال السنوات القادمة القليلة القادمة بإذن الله تعالى سوف ننطلق وتكون محطاتنا أفضل من كثير من المحطات سابقا، بل سوف ننافس الآخرين في الدول المجاورة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. يعني أستاذ تركي، أنتم بدأتم مثل ما قال بمنطقة الرياض، هل لديكم يعني توجه في التخصص بهذه المنطقة، أم لديكم أفكار ومشاريع بأنها تشمل المناطق الأخرى؟ هي افترض الحقيقة منطقة الرياض هي المنطقة التجريبية، وإذا نجحنا في منطقة الرياض الحقيقة المناطق الثانية بلا شك بحاجة لننتقل لها. ومثل ما قال الأخ عبد الوديع، الحقيقة تعتبر منطقة الرياض هي منطلق الطرق. نعم، العاصمة، يعني منطلق الطرق إلى كافة أنحاء المملكة. وإذا نجحنا في منطقة الرياض بلا شك نجح في المناطق الثانية ميسر إن شاء الله. أنا بس الحقيقة أنت ذكرتي لي على موضوع الجانب المادي، وأنا نعم. حقيقة يعني يمكن بحاول أرجع له في النقطة هذه، أنه يعني في نوع من يعني الإحجام عن دعم اللجنة بعض الشيء من الجهات المانحة. وأنا أقول الحقيقة للجهات هذه أنه يعني أن اللجنة مصداقيتها قائمة من خلال يعني صفة الرسمية، وأيضا من خلال استكمالها لكل برامجها النظامية، وأيضا من خلال وجود الآن النظام الجديد اللي بتكون عليها المحطات. فحنا الحقيقة نعتقد أنه هذا هو الوقت المناسب الآن لدعم اللجنة، هذا الوقت المناسب الآن لإطلاق البرامج هذه. صحيح إذا استطعنا الحقيقة الآن إلى أن نرسخ المفاهيم الصحيحة مع الانطلاقة الجديدة للمحطات، فأنا أعتقد أنه نكون فعلا حققنا التميز اللي احنا نطمعنا، وايضا التطلع اللي قال عليه الاخ عبد البديع اللي هو نكون نفس الاخرين. نعم. يعني احنا الحقيقه نفس الاخرين، انا ما ابغى اكون متفائل لهالحد، لكن انا اقول الحقيقه مستقبلا اذا استطعنا الحقيقه الان اننا الان نتكامل مع الاخرين ويدعم ونحصل على الدعم الجيد، انا اتوقع فعلا راح يكون عندنا فعلا شيء يستحق الاشاده فيه. نعم، لكن الإحجام عامة يكون تحت اعتبارات معينة، التخوف أو عدم مثلا كمالية الفكرة أو المشروع لدى الجهات المانحة. والله خليني أقاطعك في القصة، للأسف الحقيقة أنه بعض الجهات بدأت في مشاريعها الخاصة، والمشاريع الخاصة قام عليها موظفين، والموظفين صاروا الحقيقة يدافعون عن يعني مواقعهم الوظيفية، فصارت الحقيقة الجهات هذه بدأت بتكون مانحة صارت جهات تنفيذية، وهي الحقيقة تعلن في برامجها أنها جهات مانحة ما هي جهة تنفيذية. وما دام احنا جهة متخصصة فالأولى الحقيقة التوجه لنا التخصص. لكن هل يعني تعطي هل هناك ضمانات معينة أنه في حال تم هذه الجهة يعني أو تم التفاعل مع جهة أو اللجنة سيتم الخروج بصورة مشرفة؟ في بلا شك احنا الحقيقة نقدم برنامج واضح ومتكامل، وبإمكان الحقيقة مناقشة قبل أن نبدأ فيه، وبإمكان متابعة أثناء التنفيذ، وأيضا بإمكان رفع التقارير، وهذا الشيء مؤكد الحقيقة احنا نبي نقوم فيه. ونتوقع الحقيقة احنا لما نقوم في مثلا الآن عندنا الآن مسجدين الحقيقة الآن نبنيها على طريق الدمام وواحد على طريق مكة، وإحنا المسجدين هذول اخترنا لهم جهات متخصصة يعني في مجال إدارة المشروع، احنا اخترنا جهة متخصصة قامت بإدارة مشاريع استراتيجية وكبرى في البلد، وأيضا في مجانب التنفيذ والمقاول اخترنا أيضا مقاول يقوم بمقاولات يعني عنده تصنيف في مجاله يعتبر
من اعلى التصنيف، وايضا هو متخصص في 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 تنفيذ مشاريع جيده. حتى اني انا اتمنى الحقيقه هو البرنامج هذا يمكن مع بدايه السنه القادمه يكون اكتمل. نتمنى الحقيقه الى انه يستضافون الطرفين هذول، لانهم ايضا اعطوا من انفسهم والتزموا انهم يقدمون نموذج او نموذج مساجد يفترض يكون بمستوى من الاشاده فيه. وايضا حتى انهم يعني حتى انهم قالوا نبي نتجاوز على انفسنا في جانب التكاليف، حتى تكون المساجد اللي احنا نخرجها مساجد ذات جوده، وذات جوده في التنفيذ، وذات جوده في تكاليف الصيانه. يعني تكاليف الصيانه والاداره في الموضوع هذا احنا يهمنا الحقيقه الى ان ننتج برنامج مسجد قليل التكاليف قليل الصيانه مكتمل المرافق. نعم. وهذا هذا هذا هم لنا يعني تقريبا الاخوان اللي معنا شركائنا في الموضوع التزموا فيه. طبعا يعني انا طرحت عليك الاسئله هذا ليس للتشكيك بالفكره بقدر ما بودي ان تقنع يعني اي جهه قد يكون لها القدره في المساهمه في يعني المبادره بالمساهمه معكم والخروج بما تطمحون به في الارتقاء بالمساجد. معك حق، هذا صحيح جدا، واحنا الحقيقه نتمنى الجهات هذه ايضا انها تقف على حقائقنا. يعني لا تقوم بالدعم الا ما بعد ما تقف على الحقائق وتناقشنا مناقشه تتاكد الحقيقه انه كل ما يصدر منها انه يكون في موقعها الصحيح. نعم، طيب الحين ناخذ مداخله من حمد من الرياض. حمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال عندك الاخوان وان شاء الله لك مبارك. علينا وعليك يا رب. تفضل. انا عندي سؤال من الاخوان، لما ياخذون قفل المواصفات والصمم العالميه في المحطات وتطبيقها عندنا يعني. طيب. ونضيف عليها المسجد بحكم ان احنا بلد اسلامي. طيب. الموضوع الثاني عندي في المحطات سوء تخطيط. في ايش؟ سوء تخطيط في المحطه نفسها. طيب كيف؟ يعني في سته في المحلات، في اماكن تعبئة البنزين في المسجد مثلا، يعني ما فيها تصميم يعني مهندس واضح في المحطة. طيب. يعني في كل شيء، في كل نشاط تجاري شيء محدود. أما من ناحية النشاط في المحطات أتمنى أنها تطور ويتسلم أقرب أوقاف في نفس المنطقة أو المحافظة. يعني مثلا على سبيل المثال محطة قريبة من محافظة الرمة مثلا تسلم لأوقاف الرمة ويستلمونها نظافة وصيانة وإمامة. طيب. وكل شيء. شكرا لك حمد. شكرا لك يا حمد، يعطيك العافية على مداخلتك. معنا متعب من الطائف. متعب تفضل. تفضل متعب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا متعب. عندي موضوع علشان الهجرة النهية هذه، فيها مساجد جامعية وفيها مساجد ما فيها أثاث ولا فيها صيانة ولا فيها. طيب مساجد الهجر النائية ها؟ طيب. إي نعم. شكرا لك متعب على مداخلتك. معنا عبد الله من حايل. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم بالخير. مرحبا فيك، تفضل. على اساس المساجد اذا حد يبغى تبنى هي من اساس البدايه. في حال اصدار ترخيص المحطه يعني المسجد مساحتكم كذا، مساحه دارتكم كذا في البدايه، اما بعد ما تبنى المحطه كيف عاد حد يصلح حاجه بعد اصلحها وبعد بنائها؟ يعتبر ترخيص بداية المحطة. نعم. شكرا لك. ما يصير ترخيص المحطة يحددوا مساحة المسجد، يحددوا المياه، السياح حقه، هذا هو الأساس. أما بعد ما تبني المحطة خلاص المحطة تصير والكلام انتهى. طيب. شكرا لك عبد الله من حايل. و نبدا بسؤال او استفسار وجيه. عبد الله يقول يعني المفترض ان بالاساس التصاميم احيانا يكون فيها اشكاليات، كيف تتعاملون مع هذه القضيه؟ تصاميم المساجد ام تصاميم المحطات؟ المحطات. نعم، اكيد هذه الاشكاليه الكبرى التي لدينا نحن، ونحن خلينا نقول نحن نقوم بتشغيل المحطات القائمه من السابق. الآن توجه الإدارة إلى إعادة بناء هذه المحطات على الطرق الإقليمية بالتحديد وفق نموذج كما شرحت سابقا، أنه سوف تكون هناك منطقة منفصلة بكامل خدماتها للمركبات الصغيرة ومنطقة منفصلة للمركبات الثقيلة. هذا سوف يساهم
بكل تأكيد في سهولة الحصول على الخدمة، وكذلك سوف يساهم بسهولة الدخول إلى المساجد وإلى أي مرفق موجود في المحطة. عندما أتكلم أنا حجاوب السؤال الأول والأخير مع بعضهم بكل أمان. عندما أنا أضم صوتي للأستاذ عبد حمد، أول شيء إنه التصاميم الآن الموجودة على محطات الطرق قد هي أحد العوائق التي أمامنا، لكن عندما اتخذت شركة التدريس قرار بإعادة بناء المحطات هذه أتوقع حل لهذه المشكلة. تتمثل عملية إعادة البناء كما أسلفت أن هناك سوف تكون مرافق وخدمات ذو جودة عالية. فيما يخص المساجد، نعم سوف يتم بناء المساجد من الصفر، سوف يتم بناءها وفق تصميم تم أخذه من لجنة العناية بالطرق. هذا التصميم يساعدنا في عملية الصيانة، يساعد في عملية استمرار المساجد لمدة طويلة بإذن الله على نفس حالها كأنها جديدة. هذا التصميم تحت إشراف لجنة العناية بالمساجد لمدة 5 سنوات قادمة للتجديد بإذن الله تعالى. أتوقع بهذه الأمور سوف ننطلق بإذن الله تعالى. أنا أتمنى، بس أنا بدي أعلق على كلمة أبو ماجد إنه قال أتمنى أن ننافس الآخرين. نحن نملك الكوادر البشرية والمالية والعقل السعودي الحمد لله لا خلاف عليه، لكن لابد أن نؤمن بقدراتنا، ولابد أن يكون عندنا هناك فعلا واجب ديني ووطني في هذا المجال. أتوقع على الجميع الالتزام به، ليس فقط على الشركات، أنا هنا يمكن أتكلم في هذه العبارة كمواطن، على الجميع المفروض أن يقوم بخدمة فيما يخص بيوت الله بالذات، أن الجميع أن يكون ملتزم بخدمة هذه البيوت. نعم أستاذ تركي، اختياركم لمساجد المحطات تحديدا جاء تحت أي اعتبار؟ المشكلة الأزلية اللي لها 50 سنة الآن حقيقة، واللي يعني تطرقت لها الحلول كثير، والحلول مستمرة حقيقة، لا مستوى الرسمي ولا مستوى الأهلي، لكنها الاستمرارية فيها غير جيدة. إحنا الآن كنا نعمل أن العمل المؤسسي اللي ينتج عمل ينتج مستوى مستديم، مستوى مستديم الأداء، هذا هو اللي هو همنا. احنا يعني نعمل على ان نكون جهه تنظيميه حتى للجهات الخيريه اللي ممكنها تعمل في هالمجال واللي سبقا عملت سابقا، لا نلغي دورهم. اي جهه خيريه ترغب ان تكون ايضا متواجده معنا، احنا ايضا نعطيها حيزها بشكل جيد، لكنها من خلال المقاييس اللي احنا وضعناها، والمقاييس الحقيقه وضعناها احنا استغرقنا سنه علشان نخرج فيها، وأيضا درسنا التجارب السابقة، درسناها بعناية واستفدنا منها في بناء ما وصلنا له. فحنا الحقيقة نتكامل مع الآخرين بشكل مستمر، وهو أيضا همنا الآن في اتجاه إلى الشركات اللي تأهلت لأنها تشغل المحطات. الآن حقيقة بدأنا نتجه لهم وفي استجابة جيدة جدا. يعني اليوم أنا كنت في شركة ساسكو وفي استجابة أيضا في هالمجال هذا من الشركات المؤهلة. نعم، لكن النظام الأمني أو العملية الأمنية في المسجد كيف سيتم إدارتها من قبلكم؟ هل وضعتم في الاعتبار هذا الجانب؟ خاصة أحيانا مثلا مصلى النساء قد يكون محفوفا بالمشاكل الأمنية، هو بوضع الحالي يوجد لديه بعض الإشكاليات. نعم، المرعاة في الجانب هذا أنه ارتباط مسجد النساء بمسجد الرجال، يعني هناك ارتباط بالصوت، يعني ما يكون حقيقة معزول تماما بحيث أنه ما لو تصوت المرأة أو يصوت الرجل ما سمع. أنا الآن التصميم اللي حنا حاليا ننفذه فيه تواصل بين المسجد الرجال ومسجد النساء. أيضا في التصميم راح يكون هناك موقع لذوي ذوات الأعذار وللأطفال بجانب مصلى النساء، فتجد المرأة تدخل مع أطفالها وتكون في حالة أمان. يعني الأطفال المحل اللي هم يجلسون فيه محل يعني يقضون فيه وقت تحت نظر أمهم، وأيضا هم أيضا يكونون عامل أمان للأم. فأنا أتصور جانب الأمان في هذا الموضوع ذا اعتنينا فيه بشكل جيد. نعم، الآن نأخذ مداخلة فرحان من الرياض. فرحان تفضل. فرحان، طيب معنا عبد الله من الدمام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا ما عندي سؤال محدد، بس عندي اقتراح حق رسوم الدورات. أنا أؤيد بشدة صراحة، بس بشرط تكون الخدمة على أحسن حال، وأؤيد هذا الاقتراح بشدة صراحة. طيب، مشكورين على هذا البرنامج الرائع.
شكرا لك يا عبد الله. استاذ عبد البديع، قضية الرسوم اللي قبل شوي تكلمنا، يعني شو لاحظنا تأييد، وانا اعتقد ان في نسبة كبيرة مؤيدة للفكرة. لاحظنا من متصل واحد فقط، بس انا اعتقد يعني والله سوف تدرس، لا استطيع ان ابت فيها. انا مع تقديم خدمة مجانية لجميع المواطنين، لأنه هذا واجب على كل الشركات المشغلة لمحطات تزويد الخدمة، لكن سوف يدرس هذا الاقتراح. قد يكون هناك تخصيص دورات مياه بمبالغ مالية، يدرس هذا الاقتراح ويأخذ في عين الاعتبار، وهو اقتراح جيد يعني. أنا أعتقد عقد تعقيبا على النقطة هذه، ضمن النظام أو اللائحة الجديدة للبلديات، لائحة تشغيل المحطات، أن يكون هناك دورات مياه خاصة في المحطة غير دورات مياه المسجد، وهذه هي الجانب اللي ممكن حقيقة يعالج من خلال كيف يعالج؟ طب هي بتكون أصلا قابل للاستخدام، يعني اللي بيجي بيستخدمها هنا أو هنا بيكون مخير، بيروح بيتجه للأفضل. يعني بيشوف لما يكون في عناية من قبل مثلا لجنتكم في دورات المياه الخاصة بيستخدمها في مقابل أنه ما يدفع مثلا رسوم على دورات مياه المحطة. ربما الحقيقة فيه البعض يرغب أن يدفع رسوم، وأيضا يكون يعني يكون يعني مطمئن إلى أنه هالرسوم هذه تعطي أكيد قيمتها. أكيد. لكن احنا بالنسبة لنا في دورات المياه أيضا نرتقي فيها إلى أن تكون حقيقة بمستوى متنافس وجيد. نعم. يعني احنا لما نطالب الحقيقة مثلا وزارة الشؤون وزارة العمل في أنه يخصص وظيفة بمسمى عامل نظافة مسجد محطة، هذا مطالبة الحقيقة طبعاً. نجد أنها هي اللي يفترض جيد. أن تكون يعني تعطي نتيجة لدورات مياه نظيفة. صحيح. لكن إذا ما توفر هذا العامل فيمكن حقيقة الحال يستمر يعني. طيب. لا ما يستمر، لا إن شاء الله أنا ما يستمر، لكن أنا أقول يكون سوق العملات، سوق حمام العملة يكون جيد. طيب وصلنا إلى الختام، أشكرك جزيل الشكر أستاذ تركي أرويبي رئيس مجلس إدارة لجنة العناية بمساجد الطرق في منطقة الرياض، شكرا لك. كما أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد البديع الصائغ مساعد المدير العام لشركة أدريس للخدمات البترولية، شكرا لك. شكرا. وصلنا إلى الختام، لا يسعني في النهاية إلا أن أشكر فريق العمل، شكرا لفريق العمل، شكرا لمخرجنا رياض الماجد. أترككم الآن مع فقرة اليوتيوب، إلى اللقاء. تتحقق الأحلام إن عشنا لها، والأمنيات لسعينا تشتاق، تحلو الحياة بنا ويزهر غرسنا بالحب، نعطي للعطاء مذاق، فرص العطاء كثيرة أبوابها، والخير مولود له عشاق، لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق. نحن التطوع والتطوع دربنا، للخير تأخذنا لغ الأشواق.